اسلامي او ليبرالي ايا كان. احنا لازم يبقى مفهوم ان احنا هنا موجودين عشان نسمع حضراتكم، دي جلسه استماع مش جلسه قرارات، لان احنا الواجب علينا ان احنا هننزل ونروح ونعمل زيارات عشان نشوف اولا الناس المحتجزين او المعتقلين، وايضا بعض من الافادات اللي جات لنا من بعض من اهالي العباسيه، ولازم نروح المستشفيات ونستمع، لان اذا كان في مصابين من هنا في مصابين من القوات المسلحه ومن ظباطها وجنودها، لازم نتكلم بكل صراحه. في النهايه احنا كلنا مصريين، لازم يكون كلامنا واضح. احنا يا جماعه عشان يبقى مفهوم تاني وباكد، اذا كان احنا لنا حقوق، الحقوق لازم تحترم، ولازم كل من اخطا وكل من تسبب في اصابه اي من شبابنا لازم يتحاسب، لا خلاف على هذا، بس انا لازم تبقى واضحه. الكلام اللي حضراتكم قلتوه طلبتوه فيما يخص انتخابات، فيما يخص كل الكلام ده لا خلاف عليه، كلنا بنعمل في هذا الاتجاه لا خلاف عليه، كل الكلام اللي اتقال وسمعناه احنا مش مختلفين عليه. احنا النهارده بنتكلم على احنا عايزين الحقيقه، ماذا حدث ومن المسؤول ومين اللي لازم يتحاسب، مفيش خلاف على كده. انا بتصور يعني ان احنا هنكتفي بهذا النقاش. الساده النواب اللي كانوا طالبين كلمات، احنا الجلسه المشتركه مستمره منعقده، بكره عندنا زياره وهيبقى عندنا زيارات اخرى، وهنستمر في نقاشنا الى ان نعمل تقريرنا ونعرضه على الجلسه العامه عشان يقر اعضاء المجلس كله ما هي القرارات والتوصيات بناء على الكلام اللي سمعناه من حضراتكم. كل الكلام اللي حضراتكم قلتوه بيتسجل وهينزل وهيتعرض على المجلس بكامله، وهتتابعوا معانا وهتشوفوا معانا كله دون وموجود. واذا كان هيجيلنا بكره اي سي دي او حاجه من الحاجات اللي تفضلتوا وقلتوا عليها، كل ده هنضمه وهنستمع للجميع عشان يبقى كلامنا واضح، ورسالتنا للمجلس العسكري او للداخليه رساله موثقه واضحه. يبقى لما نوجه اتهام لحد على المسؤوليه السياسيه فيما حدث، يبقى بنتكلم على واقع وعلى حي. انا بعتذر للنواب الزملاء اللي طلبوا الكلمه، احنا اجتماعنا المشترك مستمر والموضوع لسه مفتوح، وهنستكمل لقاءاتنا في المستشفيات زي ما بدات، وايضا في سجن مزرعه الترع. وبرضه للعلم منطقه الترع، وبرضه للعلم ان هناك جهود بتبذل بعيدا عن موضوع اللجنه المشكله فيما يخص الافراج، اذا كان هناك طلبه عندهم امتحانات زي ما بيحصل مع اعلاميين وغيره، يعني احنا مش واقفين على ده ولا مستنيين ده. فانا ارجو ان حضراتكم تطمئنوا، ان شاء الله هيتكرر لقاءنا مره اخرى بعد ما نستوفي تقريرنا ونبقى في وضع نقدر نرد بوضوح على حقيقه ما توصلنا اليه. نشكر حضراتكم ونرفع الجلسه ان شاء الله.